تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر مايو الماضي في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية. وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة نتائج ومؤشرات أداء المنظومة دوريا للتعرف على حجم الشكاوى والطلبات والاستغاثات التي يتم تلقيها ورصدها وخطوات التفاعل الجاد معها من أجل تذليل المشكلات أمام المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.